السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والمخيرا والصلاة والسلام على رسول الله بكرة واصيلا. أهلا ومرحبا بكم في أولى محاضرات المناعة الطبية لهذا الفصل الدراسي. إن شاء الله تعالى حكون معكم في 13 محاضرة لتغطية المنهج حق الميديكال إميونولوجي. نبدأ بسم الله في أول محاضرة البيسك كونسبت أوف إميونيتي. المرجع العلمي اللي سيتم استخدامه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات هو ليبنكوت، أو إذا كان أسهل عليكم Lecture Notes Immunology الإصدار السادس. هذا على فكرة اللي كتبوه طلاب وبعد ما تخرجوا عملوا زي السيريز ونشروا الكتاب، فدائما المصطلحات المستخدمة في اللغة حق التخاطب حقته يعني قريبة من الطلبة بشكل عام ومبسطة، يعني ممكن تحصلوه في أمازون في حدود 32 دولار. By the end of this lecture, بأمر الله تعالى, you will understand what is the immune system, its function, and we will remember together the cells حق the immune system, and we will discuss two types of immune response, the innate and adaptive. The immune system, بشكل عام, هي كل the molecules, the cells, the tissues, the organs, اللي collectively function to defend and provide immunity. طبعا الهدف من الاميون سيستم هو البروتكشن، لكن البروتكشن against ايش؟ against الفورين اورجانيزمز، وحنركز على الفورين اورجانيزمز. although من الجوبز حقت الاميون سيستم هي الديفنس against السيلف سيلز اللي تتحول الى تيومرز على سبيل المثال. اذا الاميونيتي نقدر نقول الاميونيتي هي البروتكشن against disease, usually infectious diseases mediated by the cells and the tissues collectively called the immune system. Immunity refers to the ability to respond, وهذا مهم الكونسبت. ليش؟ لأنه إحنا لما نتكلم على the ability to respond معناته في ناس حيكون عندهم السيستم شوية كامل لكن the ability to respond ما هي موجودة، زي مرضى الايدز اللي معهم HIV. طبعا الرول حق الاميون سيستم هذا مجرد مثال، defense against infections. طب لو جينا على هذا الفانكشن، على هذا الرول، وقلنا انه هذا الرول مو موجود، اذا اللي حتصبح عندي مشكله انه حيصير في deficient immunity results في increased susceptibility to infections، مثال عليها الايدز. من الامثله الاخرى حقت الاميون سيستم من الرولز الديفنس اجنست تيومرز، اذا كان هذا الرول ما هو موجود معناته انا اضطر اني اخذ يعني البوتنشال الاميون ثيرابي حق الكانسر. الاميون سيستم ريكوجنايزز اند ريسبوند تو تيشو جرافت، مثال لما احد يتبرع بالاعضاء هذا جزء من مهام الاميون سيستم، اذا هذا الرول برضو لما يكون ما هو موجود اذا في عندي انا باريرز للترانسبلانت. الحاجز، وحنتكلم عنه ان شاء الله لما نتكلم عن التيشو جرافتس، الحاجز الاساسي العائق الرئيسي لمساله استقبال الاعضاء من شخص لاخر هي الاميون سيستم. الاميون سيستم يرفض هذا العضو، يقول هذا تيشو غريب عليه، لازم اهاجمه. ليه؟ لانه مو حقينا فلازم اهاجمه. هذه من مشاكل الاميون سيستم اللي يتم التغلب عليها قبل التبرع بالاعضاء. اذا لما نتكلم عن الاميون سيستم في كل مرحله من مراحله، اهم شيء الريكوجنيشن. كيف الـ WBCs، كيف الاميون سيستم يقول هذا سيلف، هذا نون سيلف، هذه خليه حقتي، هذا خليه مي حقتي، انا اهاجم هذا ما اهاجم هذا، كيف؟ اذا الريكوجنيشن، الكونسبت حق الريكوجنيشن مهم. نقول الكونسبت حق الريكوجنيشن اول واحد هو الريكوجنايزنج سيلف. لابد يكون عند الاميون سيستم الابيليتي تو ريكوجنايز السيلف ستراكشرز. الخليه عليها الاف المستقبلات والبروتينات، هذه الخلايا كلها موجوده في الجسم، كل هذه الخلايا عندها مستقبلات على السطح، الاف المستقبلات. هذه المستقبلات بعضها لازم يتم التعرف عليه، تتعرف عليها الـ WBCs. من يوم ما نشوف هذا الستركتشر اقول هذه سيلف، خلاص هذه تبعي الخلايا. في المقابل لما انا اشوف ستركتشرز مختلفه اقول هذه نون سيلف، اذا لازم اهاجمها. اذا الكونسبت حق الكوجنيشن مهم، فنقول الريكوجنايزنج حق السيلف مهم تو ايدنتيفاي الانفيزيف مايكروبيال سيلز من حقتي انا سيلز، او حتى من السيلف سيلز اللي تكون ايش ابنورمال، زي مثلا الترانسبلانتد جرافتس، زي الكانسر سيلز. الريكوجنايزنج حق الابسنس اوف سيلف، يعني انا اي نو هذه سيلف سيل لكن فيها شيء غريب، كانت سيلف بعدين صارت ما هي سيلف،
هنا في شيء لازم نتفاهم معه زي الكانسرز. والريكوغنايزن حق النين سيلف زي ما تعرفت على السيلف سيلز معناته أنا عندي في الميكروبيال وورلد في العالم حق الباثوجينز في ستركتشرز موجودة عليها سبحان الله كونزيرفد محفوظة من ملايين السنين إلى الآن ما تغيرت. هذه يستخدمها الجسم يستطيع أنه يتعرف أنه هذه نون سيلف. وهذا كمان حنشوف كيف بعد يعني المحاضرة الثانية هذه فيروس هذه بكتيريا كيف عن طريق هذه الستركتشرز اللي موجودة في الخارج. كل هذه الستركتشرز اللي محفوظة نسميها كونزيرفد. كونزيرفد يعني ما تتغير مع مر الأجيال. خلاص كل الفيروسات مثلا من نوع كورونا خلينا نفترض عندها structures دائما موجودة. هذه احنا نسميها PAMs Pathogen Associated Molecular Patterns. اتفقنا إذن انه the immune system distinguishes cells and molecules that belong within the body اللي هي self from those that do not اللي هي non-self using the innate and adaptive immune system. إذن هذه الآلية حقة التعرف كيف تصبح عن طريق ال determination whether an encountered molecular cell يعني اللي أنا WBC جات في وشها molecule وجات في وشها خلية cell has the appropriate structures واتفقنا على أنها structures to show that it's part of the human body. كل خلية في جسم الإنسان لازم توري ال structures اللي احنا اتفقنا عليها limit C وحنتكلم عن limit C molecule إن شاء الله يعني في المحاضرة القادمة. لازم يكون عندها هذه الستركتشرز. لازم يكون عندها الـ MHC class 1 أو MHC class 2. لازم يكون عندها الستركتشرز اللي تثبت فيها إنه أنا self. أو حتكون عندها الستركتشرز اللي تثبت فيها إنها non-self زي الـ PAMs. The recognition of something that is not non-self has not been encountered and achieved through the pattern recognition receptor. إذن عملية هذه التعرف لابد أنها تحدث عن طريق الـ PRRs الـ Pattern Recognition Receptors. الـ Pattern Recognition Receptors موجودة عند الخلايا حق الـ WBCs اللي هي الخلايا حق الـ Innate اللي تستطيع أنها تتعرف عليها. أيضاً الـ Generated Receptors اللي هي موجودة عند الـ Lymphocytes اللي هي تسويها الـ B والـ T Cells تتعرف أيضاً عن طريقها من خلالها على الـ PAMs. طيب لو لاحظنا يعني الاختلافات البسيطة لكن الجوهرية في هذا الريسبتورز. الانيت سيلز تعمل بطريقة محددة ثابتة. حشوفك اليوم، حشوفك بكرة، حشوفك بعد سنة، حأسوي نفس الإجراء. ما يتغير، ما يتحدث، ما يتطور، ما يتكيف بعكس الأدابتف. إذن الانيت لو قارنا في هذا السلايد لطيف لو شفنا كذا قلنا الانيت سيل راحت مطعم. المطعم هذا بالنسبة للانيت حيكون فيه البريكفاست توست، اللانش تشيزبرجر، الدينر فرايد تشيكن. ما في اختلاف. كل يوم تروح المطعم كل يوم تحصل هذا المينيو، كل يوم حتسوي نفس الآلية. كل مرة تدخل فيه المطعم هو هذا المينيو، ما في له تغيير. هذه الانيت هي تعمل بهذه الطريقة، مستحيل يتغير في ردة فعلها شيء. وهذه ترى ميزة حنشوف بعدين إن شاء الله كيف. كل ما صار في هجوم مثلا على الجسم يتعرف عليه طبعا الإنيت في البداية، ردة الفعل تكون متشابهة. إحنا نحتاج هذه ردة الفعل، نحتاج إنه آليات التعرف. وحنشوف بعدين الإنيت الأساس في عمله البلوك أوف إنتري، صح؟ يعني الوقاية خير من العلاج، فالوقاية إنيت، العلاج أدابتف. إحنا نحتاج هذه الوقاية، نحتاج البلوك حق الإنتري، لذلك نحتاج هذه الآليات الثابتة. بعكس الخلية حقت الأدابتف، الخلية حقت الأدابتف لما تدخل المطعم ما شاء الله في سوب وفي أبتايزرز وفي إنتري وعيش حياتك في millions of choices. Why؟ لأنه هي اللي تسوي الريسبتورز بنفسها، هي اللي تختار كيف تعمل رياكشن، هي أدابتف تتكيف. طيب يمكن هذا السلايد حيتكرر علينا كثير، ويمكن هذا الأميون ريسبونس هي الفيز حقة الأميون ريسبونس نحتاج إننا نعرفها. ما حندخل في التفاصيل إن شاء الله كلها، يعني حتيم شرحها في سياق هذا المحاضرات، لكن يهمني إني أعرف إنه أول من يعني يقابل الخلايا الباثوجينز
في الجسم هي الانتيجين بريزنتينج سيلز، هي النيتروفيلز الماكروفاجز، كل الخلايا حقت الانتيجين بريزنتينج سيلز اللي حنسميها الاي بي سيز، هي حتتعرف، هي اللي حتبتلع الباثوجين وتكسر عشان تطلع منه ايبيتوب. وحنعرف بعد كده الايبيتوب ان شاء الله تعالى اللي هي the smallest part من الـ من الـ من الـ من الباثوجين او من الانتيجين. بعد كده تتسلم هذه الايبيتوبس زي ما انتم ملاحظين هنا للنايف تي لينفوسايتس او النايف بي لينفوسايتس، وحنعرف لما نتكلم على داتوف ليش قلنا نايف. بعدين هذه الخلايا التي لينفوسايتس والبي لينفوسايتس تبدا تعمل كلونال اكسبانجن، تبدا تتكاثر بشكل رهيب جدا بالملايين وتعمل نفسها ديفرنشيشن، تبدا تتطور تفعل اليات الدفاع، تبدا تصبح افكتور سيل. وافكتور سيل في الاميون سيستم يعني الخليه اللي هي مناط بها العمل، هي اللي لازم تاخذ اكشن، فتصبح افكتور تي لينفوسايت او بي لينفوسايت. هنا نقدر نقول إننا وصلنا للفيز حق الاكتيفيشن. بعد كده تبدأ الحرب ويبدأ يقل الباثوجين هذا. ليش؟ لأنه خلايا تبدأ تقتله، تبدأ تتخلص منه، تبدأ يصير له إليمينيشن. فمع كثرة الأنتيجين إليمينيشن خلاص يبدأ يقل عدد هذا الباثوجين في الجسم، وتبدأ تنخفض معه الحدة حقة الأميون ريسبونس. وحنشوف إنه بعدين التي تشتغل عن طريق السيل ميديتد إميونيتي، البي تشتغل عن طريق الهيمورال إميونيتي. هلين نصل لمرحلة نسميها إحنا في 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 الأمينولوجي الهوميوستاسيس. هيموستاسيس ليها أكثر معنى in different disciplines في الكيمستري، في الهيماتولوجي، etc. etc. هيموستاسيس في الأمينولوجي معناته الكونتراكشن حق الأميون سيستم، الانحسار حق ردة الفعل. خلصت الحرب المفترض، اذا الملايين حقت الخلايا هذه اللي تم انتاجها الليمفوسايتس لابد انها تنتهي، فتبدا تقتل نفسها عن طريق الابوبتوزيس، يتخلص منها الجسم ويحتفظ في بعض منها عدد محدد من الـ من الـ من التي ليمفوسايتس. هذه والبي ليمفوسايتس ايضا، هذه الخلايا تصبح ميموري سيلز. ميموري سيلز بمعنى انه لو صار في انكاونتر، لو انا شفت هذا الباثوجين مره ثانيه بعد 15 100 سنه، انا اعرف كيف اتخلص منه، انا عندي الليمفوسايتس اللي هي تعرف تستطيع تتعامل معها. اذا هذا شرح مبسط اللي احنا ذكرناه في شرح الرسمه، الايرلي انيت اميون ريسبونس تو مايكروبس، الادابتيف اميون ريسبونس بده يشتغل كيف، يشتغل عن طريق الكابتشر والديسبلاي بعد ما الاي بي سيز تاخذه وتكسر هذا الميكروب وتعطيه للادابتيف. فالادابتيف اما تشتغل عن طريق السيل ميدييتد اللي هي التي ليمفوسايت، او الهيمورال اللي هي البي ليمفوسايت. بعد ما يخلص الامين رياكشن لازم يصير في ديكلاين للامين ريسبونس، بعد كده تتكون معي الاميونولوجيكال ميموري. اذا في الانيت اميونيتي اللي هي اللي ممكن نسميها الناتشرال اميونيتي او النيتيف اميونيتي از ذا فيرست لاين اوف بروتكشن، وهذا خلاص اتفقنا عليه. It's always present in healthy individual to block the entry of microbes. وخلونا ناخذ مثال يعني جميل حتى نفهم هذا الكونسبت حق الناتشرال اميونيتي، الانيت اميونيتي. انا الان جالس في هذا المعمل والحمد لله شايفين انتم ما في حريقه، فما في حريقه ما يعني ما يعني هذا انه ما في الان الادوات حقت يعني اخماد الحرائق. الان فوقي مثلا في حساسات حقت بخار، هناك في طفايه، في واحده طفايه اخرى. طيب ليش موجوده؟ مو ما في حريقه الحين. هذا الانيت يعمل بهذه الاليه، هو موجود بغض النظر عن الخطر. ليش؟ لأنه لازم يكون هو موجود قبل حدوث المشكلة، قبل حدوث المرض، لأنه هو الأساس في عمله أنه يمنع حدوث المرض قبل حدوثه. ولو حدث يبدأ يتعامل معاه بسرعة إذا ما استطاع يكلم الأدابتف. في الحالة حقت الحريق لا قدر الله، إذا اندلع حريق هنا الإنيت حيشتغل. إيش الإنيت في هذا المعمل؟ الإنذار، الطفاية، صح؟ هذا الإنيت. طيب إذا تخلصنا من الحريق انتهت المشكلة، الإنيت تفاعل معها. إذا تفاقم الموضوع، إذا ما استطعنا إن نخمد هذا الحريق، نتصل على الأدابتف الدفاع المدني. إذا الدفاع المدني عنده معدات وآليات وسبل ووسائل مختلفة تماما عن اللي موجود عندنا، أكثر فعالية، يأخذ وقت قبل ما يصل، لكنه إذا وصل فعال جدا. نفس الفكرة حقت الإنيت والأدابتف. إذن لما نتكلم عن الأدابتف حنقول also called the specific أو الأكوايرد، مكتسبة، هي تعتمد على الإكسبانشن والديفرنشيشن حقت الليمفوسايت to provide effective defense.
طبعا it adapts to the presence of microbial invaders. هي تتكيف مع الوضع. ليش؟ لأنها it needs to develop. فهي development حقها هيكون slow. Once developed هتكون very specialized, very effective against an infections. إذن لو رجعنا للنيت هو يعني الconcept الأساسي في protection أو block of entry. The innate provides protection against an infection that relies on mechanisms that exist before an infection. زي اللي ذكرناه في مثال طفايات الحريق. It's capable of rapid response. صحيح. وكل ما صار يعني action, كل ما صار encounter, كل ما صار disease, the same way to repeat an infection. حتاخذ معه نفس الإجراء هذا innate. Including إيش innate عندنا في الجسم. Including the epithelial barriers. كل الابيثيليال لايننج اللي موجوده عندنا على الجي اي تي تراكت, على الريسبيراتوري تراكت للرئه, الايرز, وهكذا. النورمال فلورا, وحنتكلم بعدين عن النورمال فلورا, واتوقع انكم اخذتوا النورمال فلورا في الميديكال مايكروبيولوجي. الكومنسلز اللي موجوده عندنا على سطح الجسم, الفاجوسيتيك سيلز, النيتروفيل والماكروفاجز, الانك سيل اللي هي تقتل بدون تصريح من احد, هي تحتاج بس انه هي تاخذ قرار. الكومبلمنت سيستم والسيتوكاينز اللي تفرز من كل تفرز من جميع الخلايا ان كانت حقة الانيت او الادابتيف. لو نشوف هنا هذا شرح اللي انا ذكرته, مجرد يعني اختصار في الرسومات. هذا الانيت اميونيتي, هذا الادابتيف اميونيتي. لاحظ انه في ميكروب, ففي عندنا باريرز للدخول, ولو دخل في فاجوسايتس, في انكسل, في كومبلمنت. This action takes hours, من 6 إلى 12 hours. لكن once إنه هذا الانفكشن زاد عن حده, لابد تتدخل إلى أدابتيف. ففي عندي T lymphocytes أو B lymphocytes. إذن مهم الريكوجنيشن, مهم إني أتعرف, لابد إني أعرف إنه صارت فيه مشكلة حتى أنا أتدخل كإنيت أميون سيل. وإحنا عرفنا إنه هذا التعرف يتم عن طريق الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز اللي ريكوجنايز نون سيلف structures. طبعا هذه موجودة, وكما ذكرنا أكثر مرة, هذه موجودة عند كل الناس. الإنيت أميون سيل, كل الريسبتورز اللي هي تستخدمها هي مشفرة جيناتيكلي, فعندي عندك عند كل الناس the same. الدايفيرسيتي, وحنتكلم عن الدايفيرسيتي بعد كده, ما تكون في الإنيت. لو نلاحظ في هذه الرسمة, لو أخذنا هذا الشخص أو هذه السيدة أو هذا الشخص أو هذه السيدة, كل الريسبتورز حقتهم حقت الانيت متشابهة متطابقة 100%. فقط الادابتيف هو اللي يظهر فيه الاختلافات. طيب لما نقول ادابتيف معناته لازم انا اخذ في بالي اعتبارين. الاول الهيمورال اميونيتي, which is mediated by proteins called antibodies produced by the B lymphocytes. الشيء الاخر السيل ميديتد اميونيتي, mediated by T lymphocytes. ف دائما في يعني شيء بسيط واضح دائما افتكره, لما تسمع بي لينفوسايت معناته يطلع انتيبادي. صح, الانتيبادز تروح تلصق في حاجات خارج الخلايا, اكسترا سيلولر, مو زي التي سيل. التي سيل هي حتى تقدر تهاجم الاكسترا سيلولر اذا كان مثلا انتيجين انتيبادي كومبلكس او كومبلمنت يعني اتاتشد, لكنها مخصصه الأساس في عملها الانتراسلولار ميكروبز. هذا رسمة توضيحية لما نتكلم على الهيمورال اميونيتي. أنا أتكلم على الباثوجنز اللي هي الانتراسلولار, وهذه الريسبوندينج حقتها هي البي لينفوسايتس لأنها تفرز انتيبوديز اتاتش, الانتيبوديز اتاتش اتسلف للميكروب, فتعمل بلوك للانفكشن حقه. ليش؟ لأن لما يكون عندي ميكروب وعنده ريسبتورز يمسك في different يعني ليغانز للخلايا عشان يقدر يدخل من جوتها, وانا اغطيه بانتيبادي يصبح مغطى من كل مكان, اصبح عديم الفائده, يوزلس, مو قادر يتحرك, مليان انتيبوديز مغطيه من كل مكان. فهذا اول يعني عمل الانتيبوديز تو بلوك الريسبتورز حقت هذاك الباثوجين. وطبعا بعدين حنشوف في عمل الانتيجين انتيبودي كومبلكس اللي كليرنس من يوم ما تشوف الريتيكولو اندوثيليال سيستم, او حتى عندنا الليمف نودز لما يجيها في السيركوليشن يجيني انتيجين انتيبادي كومبلكس, لازم اسوي له كليرنس, لازم يتكسر ويخرج من السيستم. السيل ميدييتد طبعا اما تكون انتراسيلولر او فاجوسايتوزد اكسترا سيلولر ماتيريال. ففي عندي هيلبر تي
وسيتوتوكسيكتي، وحنتكلم إن شاء الله عنها بالتفصيل في المحاضرة حقت الأدابتيف. إذن الأدابتيف السيرفيس ريسبتورز حقته هي يعني كلها سيلف جنريتد، هي هو اللي يسوي الريسبتورز حقته. فلما نتكلم إحنا عن التي والبي لينفوسايتس، they are the only cell capable of producing somatically generated receptor. وقلنا سوماتيك، لو أنتوا فاكرين من المولكولر بيولوجي الكورس حق المولكولر بيولوجي، سوماتيك ما هو جيناتيك، ما هو جيرم لاين. سوماتيك يعني أنا عندي خاصية، أنا بنفسي، أنا بذاتي، شخص آخر مختلف، أخي مختلف، أختي مختلفة، أبويا مختلف، أمي مختلفة. سوماتيك ما هو جيرم لاين. Each T or B cell uses the arrangement of DNA to develop a unique set of receptors. لو جينا على خلية واحدة، الخلية واحدة هذه develop unique receptor واحد فقط. طبعا although each cell produces only a single type of receptor، لما نتكلم على الكولكتيف army اللي عندي من التي سيلز، لما يكون عندي آلاف التي سيلز معناته أنا أتكلم على آلاف الريسبتورز اللي capable of identifying many many different antigens. وهنا نرجع لنفس الرسمة، لو قلنا الجينز اللي تشفر الانيت اميون ريسبتورز البي ار ارز يستخدمها الجسم، يستخدمها الادابتيف اللي هي التي والبي لينفوسايتس عشان يقدر يعمل ارينجمنت مختلفه بنفسه ويطور their own receptors زي ما انتم شايفين هنا كلها مختلفه. اذا الانحسار قلنا احنا بعد ما تنتهي الحرب حقت الاميون ريسبونس لازم يظل في عندي اميونولوجيكال ميموري. فالسيلز والمولكيولز حقت الانيت اميون سيستم treat each counter with a particular microbial invader as if it for the first time. كان يشوفه لأول مرة. هنا ما في immunological memory. هذا الـ innate. الـ adaptive on the other hand. كل مرة يقابل stimulus يتعلم منه. لأنه في من الـ من الـ من الـ من الـ encounter القديم في خلايا ما زالت عايشة. يخليها الجسم يحتفظ بيها. ما يتخلص من كل الخلايا. لا لا. يحتفظوا بعض الخلايا immunological memory. كل مرة نقعد نحتفظ، وكل مرة يصير encounter ويتعلم الجسم ويتطور الادابتف. كل مرة يصير في encounter كل مرة يتطور الادابتف. خلينا نشوف هذه الرسمة توضح، وحنتكلم عن two things: magnitude, speed. magnitude يعني قوة الرد، قوة ردة الفعل المناعي. السبيد السرعة اللي يستطيع فيها الجهاز المناعي انه يتفاعل. فلو قلنا في stimulus لأول مرة يشوف الجسم زي ما صار يعني معنا في جائحة كورونا، ردة الفعل حتكون سريعة وحتكون هذا القدر الصغير من الريسبونس. لو مرة ثانية صار إكسبوجر، ردة الفعل السريعة هذا القدر من الريسبونس. الثالث إكسبوجر، الرابع إكسبوجر، الألف إكسبوجر، the same speed the same magnitude innate. خلينا نشوف الأدابتيف. لما نتكلم عن الأدابتيف حنقول هذا الستيمولس أول مرة يقابل الجسم first exposure، أخذ هذا الوقت، فالسبيد very low يعني هذا very slow adaptation عمل، وخرج لي بهذه ردة الفعل. هذه أول exposure. second exposure قل الوقت زاد magnitude. third exposure قل الوقت زاد magnitude. ألف يعني exposure قل الوقت زاد magnitude، وهكذا أدابتف يتطور يتكيف. الدبليو بي سيز يعني معروفة بالنسبة لكم، المفترض أخذتوها في هيماتولوجي 2. فهنتكلم عن الجرانيولر ليكوسايتس أو الأي جرانيولر ليكوسايتس. الجرانيولر ليكوسايتس اللي هي الإيزونوفيل، البازوفيل، النيوتروفيل. الأي جرانيولر اللي هي الليمفوسايتس، وتدخل معها الدندريتك سيلز. والدندريتك سيلز هي فولي ديفرينشييتد أو فولي يعني ماتيور ماكروفاج وسبيشاليزد، وتروح في أماكن معينة. طبعا لو تكلمنا عن الأوريجين حق هذه الخلايا لازم نرجع للبلوريبوتنت هيماتوبويتك ستيم سيل اللي تخرج منها المايلويد لينيج والليمفويد لينيج. بعدين المايلويد لينيج تعطيني كل الترومبوسايتس، الإريثرويد اللي تخرج منها الار بي سيز والنيوكليتد ار بي سيز، الجرانيلوسايتس والمونوسيتيك سيلز اللي هي الماكروفاج. وحنلاحظ هنا انه في تقاطع، في جايتني من المايلويد وجايتني من الليمفويد. ليه؟ لأنه وهذا يعني استطراد العلم، هو دائما زي كذا، العلم دائما يتطور يتحدث. أنا لما درست كانت الدندريتك سيلز معروف تماما قطعا إنها مايلويد لينيج. لو واحد يقول لك هذا الليمفويد يقول لك يعني ما أدري أنت إيش تفكر.
هذا كله الآن تغير. ليه؟ لأنه أصبحنا نعرف إنه الريسبتورز اللي موجودة على الدندريتك سيلز في بعضها does not belong للمايلويد lineage حقة الليمفويد. طب من فين جات؟ I don't know. Nobody does. إذن هذه يعني من الحاجات اللي unknown إلى الآن، عشان كده يحطوا لك الأوريجين حقها متشابك، يقول لك scientifically debated. Lymphoid lineage cells اللي هي البي لينفوسايت أو البي سيلز هي موجودة أصلا في البون مارو، ويصير لها differentiation داخل البون مارو وتصبح بلازما سيل وتفرز antibodies، بعكس التي لينفوسايت. التي لينفوسايت موجودة في البون مارو لكنها تروح يصير لها differentiation في الثايمس. الثايمس ها مو هنا، هذه ثايرويد. والناتشورال كيلر سيلز اللي هي لارج نون فاجوسيتيك جرانيولر ليمفوسايت نيمد فور ذير ابيليتي تو كيل ابنورمال هوست سيلز. المونوسيتيك لينيج اللي هي المونونيوكلير سيلز اللي هي المونوسايتس اللي تتطور الى ماكروفاج واللي بعدين سبيشالايز انتو دندريتك سيلز. الدندريتك سيلز فاوند ثرو اوت ذا بودي لكنها بريدومينانتلي موجودة في البورتلز حقت الميكروبيال انتري زي اللونج زي السكين زي الجي اي، ولكل واحدة من هؤلاء اسم. كفبر سيلز، لانجرهان سيلز، ليش؟ المكان حقها يدل على اسمها. هذه الدندريتك سيلز، هذه رسمة توضيحية للاي جرانيولر ليكوسايتس الليمفوسايت المونوسايت الدندريتك سيلز. طبعا النيتروفيل هي اللي تشكل 60% من البريفيريال بلد ليكوسايتس بشكل كامل، هم الجنود، هم المشاة، هم أكبر عدد من الخلايا اللي ينزل في ساحة المعركة ويحارب بنفسه. هذول اللي نسميهم، أو لو تقرأ في الأبحاث يقول لك أنا سويت البحث حقي على PMNs البوليمورف نيوكلير سيلز، هي هذه PMNs هم قصدهم فيهم النيتروفيلز. ليش؟ لأنه عندهم variable number of segmented nucleus من 2 إلى 5 غالبا. طبعا النيتروفيلز very effective كإنات أميون ريسبونس. ليه؟ لأنه هم يعني الأساس في عملهم الفاجوسايتوزيس زي الماكروفاج، they phagocytose الـ pathogen ويروحوا حاطين على اللايسوزيمز ويقتلوا نفسهم، فتصبح يعني التكوين حق الصديد لما أحد ينجرح ويتكون صديد، الصديد هذا 90% منه نيتروفيلز دخلت ابتلعت الباثوجينز بغض النظر عن شو الباثوجينز هذا وقتلت نفسها، فالمحصلة النهائية هو هذا الصديد. طبعا يستدل بي على انه في الان اكيوت انفكشن. طبعا البيزوفيل اللي هي تتطور تصبح ماست سيل تحمل داخلها فاكيولز مليانة فازو اكتيف امينز، مثال عليها الهستامين، causes smooth muscle contraction. وحنعرف بعدين إن شاء الله لما نتكلم عن الألرجي الدور الرهيب اللي تسوي البي لينفوسايت في الألرجيك رياكشن. الإيزينوفيل أيضا participate في الانيت والأدابتيف immune response against الparasitic helminths الورمز والباراسات بشكل عام. هذه رسمة توضيحية للنيتروفيل للبيزوفيل والإيزينوفيل الجرانيولر ليكوسايت. أتمنى إنكم استفدتم من المحتوى العلمي حق هذه المحاضرة الأولى، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في المحاضرة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله.